اه مهرجان مهرجان التسوق والعنوان مهرجان التسوق والعنوان رائع جدا. كل شيء طلع كمان بشكل عفوي وهيك على المطرح يعني كان تأليف لكل شيء. طبعا اكيد المشاهدين الكرام بيسامحونا على الصبح احنا فنانين 20 غد الصبح بالعكس بالعكس سلمها صوته كل التوفيق كمان نتمنى لسامي. شكرا جزيلا لك على وجودك معنا وعلى الفرح اللي بتضيفه في اي مكان بتكون متواجد فيه الفنان ابراهيم السحاب. تلفزيون فلسطين بنلبي دعوه على طول بجيب اي مكان. يسعدك نورتنا. إذا ختامها مسك مع الفنان إبراهيم سبحات. شكرا لكل من رافقنا في مشوارنا الصباحي لهذا اليوم. ورسالتي الأخيرة أنا فرح لكل من بتابعنا، تعالوا على مهرجان جنين للتسوق ونسخة الثانية في مدينة جنين. في تمام الساعة 12 رح يفتتح المهرجان أبوابه، فهي دعوة للجميع للحضور أولا إلى محافظة جنين إلى مدينة جنين، وثانيا إلى هذا المعرض وهذا المهرجان. شكر كبير لكل الطواقم التي ساعدت في إنجاز هذه الحلقة المميزة، وشكر خاص لمكتب الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في محافظة جنين، والشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا على متابعتنا على مدار الساعتين. وأكيد الختام كمان مرة مع الفنان إبراهيم سبحات. إلى اللقاء في جولتنا الصباحية يوم غد. أهلا بكم إلى موجز العاشرة من تلفزيون فلسطين. قالت هيئة الشؤون الأسرى والمحررين إنه باستشهاد المعتقل عمر يونس الذي ارتقى أمس في مستشفى بلينسون الإسرائيلي يرتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة إلى 219 شهيدا ارتقوا منذ العام 67. وحملت الهيئة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم العنصرية داعية إلى فتح تحقيقات بقضايا المخالفات القانونية بحق الأسرى. وكان الشاب يونس قد أصيب قبل حوالي أسبوع برصاص الاحتلال بالقرب من حاجز زعترة ونقل لمشفى بلينسون بوضع صحي حرج قبل أن يعلن عن استشهاده مساء أمس. اعتقلت قوات الاحتلال 8 مواطنين من أنحاء الضفة، وأفاد مراسلون بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة محافظات داهمت خلالها مجموعة من المنازل قبل أن تعتقل المواطنين 8. أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه لم يطرأ أي تقدم جدي في المفاوضات بين نتنياهو والكتل المحسوبة على معسكر اليمين لتشكيل الحكومة المقبلة. وأعرب مسؤولون في الليكود لصحيفة إسرائيل هيوم عن خشيتهم من أن يمنح نتنياهو الوزارات المهمة للأحزاب الأخرى داخل الائتلاف وأن يمنح أعضاء حزب الليكود الوزارات الأقل أهمية. في السودان اتفق المجلس العسكري مع المعارضة على تكوين مجلس مشترك يقود مرحلة انتقالية، وأجرى الجانبان أول مناقشات رسمية بينهما في الوقت الذي يضغط فيه المحتجون من أجل الإسراع بتسليم السلطة لحكم مدني في أعقاب عزل الرئيس عمر البشير في وقت سابق من الشهر الحالي. في ولاية كاليفورنيا الأمريكية قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون بعد أن فتح مسلح النار على كنيسة شمال سان دييغو. وقالت الشرطة إنه جرى اعتقال المنفذ الذي يدعى جون أرنست ويبلغ من العمر 19 عاما. أشاد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بخروج بلاده من منظمة الدول الأمريكية، وكانت الحكومة الفنزويلية قد أعلنت منذ عامين عزمها على الانسحاب من هذه المنظمة التي تتهمها بالمشاركة في حملة لزعزعة الاستقرار في البلاد لصالح المعارضة. إلى هنا ختام هذا الموجز، نلقاكم عند رأس الساعة القادمة، فإلى اللقاء.
القراءة الثانية قراءة فصلا من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل فيلبي. إن المسيح يسوع مع أنه في صورة الله لم يعد مساواته لله غنيمة، بل تجرد من ذاته متخذا صورة العبد وصار على مثال البشر وظهر بمظهر الإنسان، فوضع نفسه وأطاع حتى الموت، الموت على الصليب. لذلك رفعه الله ووهب له الاسم الذي يفوق جميع الأسماء، كيما تشكو لاسم يسوع كل ركبة في السماء وفي الأرض وفي الجحيم، ويشهد كل لسان أن يسوع المسيح هو الرب، تمجيدا لله الآب. كلام الرب. آلام ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا الإنجيلي البشير. على الصفحة 107 لما أتت الساعة جلس والرسل للطعام، فقال لهم: اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، وأني أقول لكم لا أتناوله بعد حتى يتم في ملكوت الله. ثم أخذ كأسا وشكر وقال: خذوا هذا واقتسموه بينكم، أقول لكم لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يأتي ملكوت الله. ثم أخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال: هذا هو جسدي يبذل من أجلكم، اصنعوا هذا لذكري. وصنع مثل ذلك على الكأس بعد العشاء فقال: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يراق من أجلكم، فإن يد الذي يسلمني على المائدة معي، لأن ابن الإنسان ماض كما كتب له، ولكن الويل ذلك الإنسان الذي يسلمه. فأخذوا يتساءلون من تراه منهم يفعل ذلك، ووقع بينهم جدال في من يعد أكبره. فقال لهم: إن ملوك الأمم يسودون وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوا محسنين، أما أنتم فليس الأمر فيكم كذلك، بل ليكن الأكبر فيكم كالأصغر والمترأس كالخادم. فمن هو الأكبر؟ أمن جلس للطعام أم الذي يخدم؟ أم هو الجالس للطعام؟ فأنا بينكم مثل الذي يخدم. أنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أوليكم الملكوت كما ولانيه أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على العروش لتدينوا أسباط إسرائيل الاثني عشر. سمعان سمعان هو ذا الشيطان قد طلبكم ليغربلكم كما يغربل القمح، ولكني دعوت لك ألا تفقد إيمانك، وأنت ثبت إخوانك متى اهتديت. فقال لهم: ربي
إني لعازم أن أمضي معك إلى السجن وإلى الموت. فأجابه: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني 3 مرات. ثم قال له: هل عوزكم شيء حين أرسلتكم بلا مال ولا مزود ولا نعل؟ قالوا: لا. فقال له: أما الآن فمن كان لديه مال فليأخذه، ومن كان لديه مزود فليحمله، ومن لم يكن لديه سيف فليبع رداءه ويشتري. أقول لكم يجب أن تتم في هذه الآية وأحصي مع المجرمين، فقد حان أجلي. فقالوا: ربنا ها هنا سيفان. فقال له: حسبكم. ثم خرج فذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى ذلك المكان قال لهم: صلوا لئلا تقعوا في التجربة. ثم ابتعد عنهم مقدار رمية حجر وجثى يصلي فيقول: يا أبتي، إن شئت فاصرف عني هذه الكأس، ولكن مشيئتك لا مشيئتي. وتراءى له ملاك من السماء يشدد عزيمته، وأخذه الجهد فأمعن في الصلاة، وعاد عرقه كقطرات دم تتساقط على الأرض. ثم قام عن الصلاة فرجع إلى تلاميذه فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم: ما بالكم نائمين؟ قوموا فصلوا لئلا تقعوا في التجربة. وبينما هو يتكلم إذا عصابة يتقدمها المدعو يهوذا أحد الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبلك. فقال له يسوع: يا يهوذا، أبقبلة تسلم ابن الإنسان؟ فلما رأى أصحابه ما أوشك أن يحدث قالوا: ربنا أنضرب بالسيف؟ وضرب أحدهم عبد عظيم الأحبار فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع: قفوا عند هذا الحد. ولمس أذنه فأبرأ. ثم قال يسوع للذين قصدوا إليه من الأحبار وقادة الحرس الهيكل والسيوف: على لص خرجتم تحملون السيوف والعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل فلم تبسطوا أيديكم إلي، ولكن تلك ساعتكم وهذا سلطان الظلام. فقبضوا عليه وساقوه حتى دخلوا به دار عظيم الأحبار، وبطرس يتبعه عن بعد. وأوقدوا نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينها. فرأته جارية قاعدا عند الوقود فتفرست فيه وقالت: وهذا أيضا كان معه. فأنكر وقال: يا هذه إني لا أعرفه. وبعد قليل رآه رجل فقال: أنت أيضا منهم. فقال بطرس: يا هذا لست منهم. ومضى نحو ساعة فقال آخر مؤكدا: وهذا حقا كان معه أيضا لأنه جليلي. فقال بطرس: يا هذا لا أدري ما تقول. وإنه لا يتكلم إذ صاح فيه. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام الرب إذ قال له: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني 3 مرات. فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يسخرون منه ويضربونه ويقنعون وجهه ويسألونه: من ضربك؟ تنبأ. وأوسعوه غير ذلك من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس الشيوخ والأحبار والكتبة، فاستحضروه لدى مجلسهم وقالوا: إن كنت المسيح فقل لنا. فقال لهم: لو قلت لكم لما صدقتم، ولو سألتكم لما أجبتم، على أن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين قدرة الله. فقالوا جميعا: أأنت ابن الله؟ فقال لهم: أنا هو كما تقولون. فقالوا: أي حاجة بنا إلى الشهادة؟ وقد سمعنا ما نطق به لسانه. ثم قام الحضور بأجمعهم فمضوا به إلى بلاده، وأخذوا يتهمونه قالوا:
تبين لنا أن هذا الرجل يفتن أمتنا ويحضر عليها أداء الجزية إلى قيصر ويزعم أنه المسيح الملك. فسأله بيلاطس: أأنت ملك اليهود؟ فأجاب: قلت أنت. فقال بيلاطس للأحبار والجموع: لا أجد ما يجرم هذا الرجل. فلقوا في قولهم: إنه يثير الشعب بتعليمه في جميع اليهودية من الجليل إلى هاهنا. فسأل بيلاطس عند ذلك: هل الرجل جليلي؟ فلما عرف أنه من ولاية هيرودس بعث به إلى هيرودس، وهو يومئذ نازلا في أورشليم. فلما رأى هيرودس يسوع سر سرورا عظيما، لأنه كان يتمنى من زمن بعيد أن يراه بما يسمع عنه، ويرجو أن يشهد آية يأتي بها. فسأله مسائل كثيرة فلم يجبه عن شيء. فقام الأحبار والكتبة يتهمونه مشددين عليه. فازدره هيرودس وجنوده وسخر منه، فألبسه ثوبا براقا ورده إلى بيلاطس. وتصاطى هيرودس وبيلاطس يومئذ، وكانا قتلا متعاديين. فدعا بيلاطس الأحبار والرؤساء والشعب وقال لهم: أحضرتم لدي هذا الرجل على أنه يفتن الشعب، وقد فحصت عن الأمر بمحضر منكم، فلم يثبت لدي أن هذا الرجل اقترف شيئا مما تتهمونه به، ولا هيرودس ثبت لديه مثل ذلك لأنه رده إلينا، فهو إذن لم يقترف ما يستوجب به الموت، فسأطلقه بعدما أجلده. وكان لابد له من أن يطلق لهم في كل عيد رجلا، فصاحوا بأجمعهم: اقتل هذا وأطلق لنا برغا. وكان ذاك قد وضع في السجن لفتنة حدثت في المدينة وجريمة قتل. فخاطبهم بيلاطس ثانية لرغبته في إطلاق يسوع، فصاحوا: اصلبه اصلبه. فقال لهم ثالثة: أي جريمة اقترف هذا الرجل؟ لم أجد عليه ما يستوجب به الموت، فسأطلقه بعدما أجلده. فألحوا عليه بأعلى أصواتهم طالبين أن يصلب، واشتد ضجيجهم. فقضى بيلاطس بإجابة طلبهم، فأطلق من كان في السجن لفتنة وقتل ذاك الذي طلبوه، وأسلم يسوع إلى مشيئة أهوائه. وبينما هم ذاهبون به أمسكوا سمعان، وهو رجل قيريني كان راجعا من الحقل، فألقوا عليه الصليب ليحمله خلف يسوع. وتبعه جمع كبير من الشعب ومن نساء كن يضربن الصدور ويلحن عليه. فالتفت يسوع إليهن فقال: يا بنات أورشليم، لا تبكين علي، فلبكين على أنفسكن وعلى أولادكن. فسوف تأتي أيام يقال فيها: طوبى للعواطر والبطون التي لم تلد والثدي التي لم ترضع، ويقال للجبال انهدي علينا والتلال اتنينا. فإذا كان يفعل ذلك في العود الرطب، فكيف يكون حال العود اليابس؟ وسيق معه إلى القتل مجرمان. ولما وصلوا إلى المكان المعروف بالجمجمة طلبوه فيه والمجرمين، أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال. فقال يسوع: يا أبتي اغفر لهم، لأنهم لا يدركون ما يفعلون. ثم اقتسموا ثيابه مقترعين عليه. ولبث الشعب هناك ينظر والرؤساء يتهكمون فيقولون: خلص غيره فليخلص نفسه إن كان مسيح الله المختار. وكان الجنود أيضا يسخرون منه، فيبنون ويقربون إليه خلا ويقولون: إن كنت ملك اليهود فخلص نفسك. وكان أيضا فوقه كتابة خط فيها: هذا ملك اليهود. وأخذ أحد المجرمين المعلقين على الصليب يشتمه ويقول: ألست أنت المسيح؟ فخلص نفسك وخلصنا. فانتهره الآخر وقال: أما تخاف الله وأنت تعاني العقاب نفسه؟ أما نحن فعقابنا عدل،
لأننا نلقى ما تستوجبه أعمالنا، أما هو فلم يعمل سوءاً. ثم قال: اذكرني يا يسوع إذا ما جئت في ملكوتك. فقال له: الحق أقول لك، ستكون اليوم معي في الفردوس. واحتجبت الشمس نحو الساعة السادسة، وانتشر ظلام على الأرض كلها حتى الساعة التاسعة، وانشق ستار الهيكل من الوسط، فصرخ يسوع صرخة شديدة: يا أبت، في يديك أجعل روحي. قال هذا ولفظ روح. فلما رأى قائد المئة ما حدث مجد الله وقال: حقا هذا الرجل كان بارا. وكذلك الجموع التي أقبلت لترى ذلك المشهد تعاينت ما حدث، رجعت جميعا وهي تقرع الصدور، وكان جميع أصدقائه ينظرون عن بعد إلى تلك الأحداث، ومثلهم النسوة اللواتي تبعنه من الجليل. وإذا عضو في المجلس اسمه يوسف، وهو رجل صالح بار، لم يوافقهم على خطتهم ولا أعمالهم، وكان من الرارة، وهي مدينة يهودية، وكان ينتظر ملكوت الله، قد ذهب إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع، ثم أنزله عن الصليب ولفه في كفن ووضعه في قبر حفر في الصخر، ولم يدفن فيه أحد قبله. وكان اليوم يوم التهلئة، وقد بدت أضواء السماء. وكان النسوة اللواتي جئنا من الجليل مع يسوع يتبعن يوسف، فأبصرنا القبر وكيف وضع فيه جسده، ثم رجعنا وأعدتنا طيبا وخروطا، واسترحنا في السبت على ما تحكي به الوصية. كلام الرب. أيها الإخوة، اليوم أحد الشعنين، خرجنا جميعا لنسير خلف المسيح في صراط الشعب. هوشعنا لابن داود، مبارك الهادي باسم الرب. خرجنا في هذه المسيرة الاحتفالية، ولكننا نستمع إلى إنجيل الآلام. هذا الأحد هو أحد الشعنين وأحد الآلام. نقرأ فيه إنجيل الآلام لكي نتذكر أننا في بداية الأسبوع المقدس، بداية أسبوع الآلام، لكي نرسم خارطة لنا خلال هذا الأسبوع، نتذكر ما حدث مع السيد المسيح، ولكي نسير مع السيد المسيح. نسير معه مهللين لملكنا هوشعنا لابن داود: خلصنا يا ابن داود. ونسير وراءه لأنه ملكنا المتواضع الذي دخل القدس راكبا على حمار. دخل بكل تواضع يحيط به الأطفال والفقراء. دخل ولم يحمل معه سلاحا، ولم يظهر قوة، ولكن دخوله هذا بكل تواضع مع عامة الشعب أزعج الكثيرين. دخل مع الفقراء، مع الأطفال، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات، كما يقول السيد المسيح: طوبى للفقراء فإن لهم ملكوت السماوات. هؤلاء الأطفال، فإن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. المسيح جاء لهم، وجاء من أجلهم، جاء لكل من تشبه بهم ببراءتهم وبصدقهم. ولكن في القصة نرى أن الكبار والعظماء والأقوياء والرؤساء في القدس لم يعجبهم ذلك. عندما دخل يسوع إلى القدس وبعدها طرد الباعة من الهيكل،
قادة الشعب اعتبروا ذلك تحديا لهم، كان هذا هو اليوم الذي قرروا فيه أن يقتلوا يسوع، أن يخلصوا منه لأنه كان مزعجا لهم. قرروا أن يخلصوا منه وأصبحوا يبحثون عن حجة، عن سبب. تآمروا عليه، بحثوا عن شهود زور، استخدموا كل وسائل الشر حتى يتخلصوا من الباب. عندما نقرأ إنجيل الآلام نرى الكذب ونرى الظلم ونرى العنف ونرى المؤامرة والخيانة، ونرى من تخلى عنه ومن أنكره، ولكن نرى أيضا من قرر أن يسير معه. خرجنا اليوم لكي نقرر أن نسير مع المسيح، أن نسير وراءه، نسير وراءه في أحد الشعنين حاملين صعف النخيل وأغصان الزيتون، لنقول مبارك الآتي باسم الرب، هوشعنا لابن داود، ونخرج معه ونسير وراءه أيضا عندما يحمل صليبه ويصعد إلى جبل الجلجلة. نسير معه لنرافقه خلال أحداث هذه الأيام. في يوم الخميس عندما اجتمع مع تلاميذه المقربين له ووضع سر القربان الأقدس وأعطاهم وصية المحبة، أعطاهم وصيته الأخيرة، نرافقه في بستان الزيتون في نزاعه في بستان الزيتون، نرافقه في محاكمته وفي حمله للصليب حتى نصعد معه إلى جبل الجلجلة. هذه الأيام وهذا الإنجيل الذي استمعنا إليه يتطلب منا أن نحدد موقفنا. في القدس على زمن السيد المسيح كان كثير من المتفرجين، كان كثير من الناس اللي راعى انتباههم أن هنالك أحداث جديدة في القدس، كانوا يتفرجون من بعيد، يستهزئون في بعض الأحيان ويعودون إلى بيوتهم كما خرج. ولدي انطباع أحيانا أن خروجنا في أحد الشعنين هو للاحتفال، الأطفال الصغار، خرجنا لأننا نبدأ الأسبوع المقدس. علينا أن نحدد موقفنا، أن نتبع يسوع فنحمل صليبنا معه، أو أن نكون مثل المتفرجين، أن نكون ممن يقولون هوشعنا لابن داود، أم ممن يقولون اصلبه اصلبه. نحدد موقفنا لهذا الأسبوع، نحدد موقفنا معناه كيف نعيش هذه الأيام. السير مع يسوع وأن نسير خلفه معناه أن نقدس سيرتنا، معناه أن نعود إلى الله بتوبة صادقة، معناه أن نتصالح مع القريب. نتبع يسوع معناه أن نتشبه به وأن نكرر معه اغفر لهم يا أبت. بعد كل اللي عملوه معه كان يسوع قادرا على أن يغفر لمن أساء إليه. هذا معناه أن نتبع يسوع، أن نغفر كما غفر هو، أن نتحمل آلامنا وصعوباتنا وشدائدنا كما تحمل هو، أن نحمل الصليب معه، أن نقضي هذه الأيام قريبين من الله بالصلاة والصوم. السيد المسيح في هذه الأيام لا يتطلب منا موقفا عاطفيا أن نتعاطف معه، ولكن يطلب منا أن نأخذ موقفا نغير فيه حياتنا، نغير حياتنا بمعنى أن نتوب ونعود إلى الله، ونبعد عن كل ما يبعدنا عن الله، عن كل خطيئة، عن كل شر، أن نبتعد عن كل كذب، عن كل نكران، وعن كل ظلم في حياتنا. هذا هو التغيير الذي يطلبه منا السيد المسيح، هذا معناه أن نحمل صليبنا خلف المسيح، المسيح الذي قال من أراد أن يتبعني لا يعده بحياة سهلة
ولكن يقول: من أراد أن يتبعني فليحمل صليبه ويتبعني. لا أن نحمله متذمرين من صعوبات هذه الحياة ومن الشدائد، أن نحمله مع المسيح معناه أن نقبل صليبنا اليومي، أن نقبل آلامنا ونشركها في آلام السيد المسيح، أن ننظر إلى السيد المسيح كمعلم لنا، معلم الذي نتبعه ونتشبه به ونعيش كما عاش هو. هذا معناه أن نسير خلال هذا الأسبوع وراء السيد المسيح منذ اليوم وحتى نهاية الأسبوع، أن نشاركه في حمل صليبه لنموت معه ونحيا معه لحياة جديدة. آمين. لنعلن إيماننا بمن مات وقام من أجلنا ونقول: نؤمن في إله واحد. أصغي إلى شعبك المبتهل أيها الإله ربنا، وهب له ما يحتاج إليه وما يعجز عن الحصول عليه، حتى آلام ابنك الوحيد الحي المالك إلى دهر الدهور.
وناول تلاميذه قائلا خذوا
فاكلوا من هذا كلكم. هذا هو جسدي الذي يؤكل من اجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وبارك وناول تلاميذه قائلا خذوا فاشربوا منها كلكم هذه هي كأس دمي دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثير لمغفرة الخطايا اصنعوا هذا مريم البتول والدة الإله والقديس يوسف خطيبها العقيق ورسلك الأبرار وشهدائك الأمجاد وسائر القديسين، فنحن على ثقة بأن شفاعتهم لديك ستكون لنا عونا في كل حين. اللهم نسألك أن يعود قربان مصالحتنا هذا على العالم أجمع بالسلام والخلاص، وأن تثبت على الإيمان والمحبة كنيستك في مسيرتها نحو السماء مع خادمك قبرنا الأعظم البابا فرانسيس وأسقفنا بيفاتيستا وجمع الأساقفة وسائر الكليروس. استجب متحننا لطلبات أسرتك هذه التي شئت أن تمثل أمام جلالك، واجمع أيها الآب العطوف شتات أبنائك من الأرض كلها. ارحم إخوتنا الرافدين وجميع الذين انتقلوا من هذا العالم في سلامك، اقبلهم في الملكوت حيث نرجو أن نتمتع معهم بمجدك إلى الأبد بالمسيح ربنا الذي به تجود على العالم بالخيرات كلها. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك يا الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. إننا امتثالاً لوصية المخلص واستناداً إلى تعليمه الإلهي نجسر ونقول I'm not the one who's running out of time.
رقم 221 بكتاب الصلوات 413.